النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما كان شفيعا للأمة. كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله ويستشفعون بالنبي صلى الله عليه وآله. الآية الكريمة تقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. واحد يقول: ما الداعي إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ بعض يقولون: لا كهنوتية في الدين، الله، روح إلى الله تعالى مباشرة، ليش تروح إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. طبق هذه النظرية النبي يقول: ليش جايين عندي؟ روحوا عند الله، لا كهنوتية في الدين. الآية هكذا تقول: واستغفر لهم الرسول، يعني صار شفيع بينهم وبين الله، لوجدوا الله توابا رحيما. في قضية يوسف ويعقوب القرآن الكريم يقول: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. يعقوب ما قال لهم: يا مشركين ليش تجون عندي، روحوا عند الله. إنا كنا خاطئين. ماذا قال يعقوب؟ قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هل انقطعت هذه الحالة بموت النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي لم ينقطع عنه. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لم ينقطعوا عنا. الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، الذي تنتظره بعنوان المنجي البشرية كلها، موجود بيننا وهو حاضر وناظر. هؤلاء الأولياء شفعاء بيننا وبين الله، يجب أن نلجأ إليهم في مشكلاتنا. إذا واحد ما لجأ إليهم، ما طلب شفاعتهم في هذه الدنيا، فالعتب عليه. إذا الماء موجود وأنت عطشان ما ذهبت إلى الماء، فالعتب عليك. إذا الكريم موجود والفقير يئن من الجوع وما ذهب إلى الغني، العتب على هذا الفقير. النبي الأعظم موجود، أئمة أهل البيت موجودون، الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه موجود، يجب أن نلجأ إليه. إذا واحد عنده مشكلة، عنده مشكلة دينية، عنده مشكلة اجتماعية، عنده مشكلة اقتصادية، عنده مشكلة طبية صحية، أي مشكلة في أي بعد من الأبعاد، يجب أن يلجأ إليها. هؤلاء الملايين الذين يذهبون إلى مشهد، رايحين إلى مشهد أنتم، الذين لم يذهبوا يشاهدون في القنوات الفضائية، هؤلاء الملايين كم مليون واحد يرحون إلى مشهد. أحد الإخوة نقل لي، لعل الإحصائية غير دقيقة لعله أكثر، قال حوالي 14 مليون في كل عام يذهبون إلى مشهد وينهالون على تلك الأعتاب الطاهرة ويقبلونها ويأخذون حاجاتهم من الإمام الرضا بإذن الله تعالى. إذا هؤلاء الملايين ما كانوا يجدون شيئا، ما كنتم تجدونهم في مشهد. إذا رحتوا على باب رجل من الرجال شفتوا الفقراء صف، اصطفوا صفا على هذا الباب، 100 واحد، 40 واحد، 20 واحد، هذا الدليل على أن صاحب هذا البيت أعطاهم وجهه. وإلا إذا اليوم الأول قال لهم لا روحوا، نهرهم، بعد ما يجون إلى باب بيته. إذا شفتوا فقراء على باب بيت يأتون، هذا الدليل على أن صاحب هذا البيت أعطاهم وجهه. هؤلاء الملايين الذين يأتون إلى مشهد، لماذا يأتون إلى مشهد؟ لأنهم رأوا شفاعة من صاحب هذا القبر الإمام الرضا صلوات الله عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الملايين التي تفد على كربلاء لزيارة ضريح الحسين صلوات الله عليه رغم الإرهاب ورغم الخوف ورغم السيارات المفخخة، كل واحد عندما يطلع لا يضمن نفسه، يمكن بعد لحظة ينفجر بسيارة مفخخة أو بانتحاري مظلل. أولا لأنه يعرفون لصاحب هذا القبر مقاما عند الله ومكانة عند الله، وثانيا لأنهم وجدوا طوال 1400 عام، هذه مو ظاهرة جديدة، الفضائيات الآن تنشرها، ولكنها هذه الظاهرة من 1400 عام، لأنهم وجدوا أن صاحب هذا القبر شفيع لهم عند الله سبحانه.